استعداد السفر ان شاء الله الرحمن الرحيم. في الطريق إلى إسبانيا قرب من برشلونة كليلة ديبار من تولوز، عندنا واحد 350 كيلومتر إن شاء الله رايحين أبوخي، ثلاثة السوايع ديال الطريق ماشي شوية. توكل على الله. Zone de contrôle sur votre trajet. حسن الحظ كل شيء قريب. الدخلة ديال لاروكاد مبعداش من لا ريزيدونس ديالنا. بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله تلبوش ما كاينش طرح بزاف. نورمالمون تولوز مع الصباح تلجو تسعة ونص لعشرة هكا كيكون شوية البوشون في لاروكاد. الحمد لله الامور ميسرات الصباح بحكم بدات العطلة عند الصغار، داكشي باش لاروكاد ما كتكونش عامرة الصباح. كاين واحد الملاحظة، هما بزاف ديال السيارات ديال الألمان، البلاك ديال الألمان وديال هولندا كاينين بزاف هنايا، ربما صادفت مع العطلة عندهم هنا. كلشي جاي لإسبانيا على قبل الجو سخون مقارنة مع الفوق ديال أوروبا. هنا الجو الجنوب ديال أوروبا سخون شوية، بخصوص هنا في الدواحي ديال برشلونة خير، هنا برشلونة كل ما تبغيت لإسبانيا. الفرق ما بين تولوز وهنا ديال 400 كيلومتر تقريبا واحد 10 دوغري باش مفرقين ديال الحرارة. السلام عليكم، احنا وصلنا للسكن.
كما شفتوا مشاهدينا الكرام، الوصول ديالنا لهاد الفيلاج، بلدة صغيرة لكن هادئة جدا، فيها جميع الظروف ديال الراحة. الإنسان لو يدوز فيها بعض الأيام، وبالحكم القرب ديالها من مدينة برشلونة الصاخبة، يستحسن الإنسان لو يمشي لبرشلونة من الأحسن يسكن في هذه المدينة صغيرة قليلة، موجود فيها السكن ثمن جد مناسب، وحتى الترونسبور اللي بغيت ديبلاصة لبرشلونة ما كاينش مشكل، لأنه إلا بغا يدير الاشتراك مع التران 10 أورو الأسبوع يبقى ديبلاصة لبرشلونة بدون مشكل. بلدة جميلة بالشاطئ ديالها الهادئ والنظيف، فيها جميع ظروف الراحة، مدينة فيها متحف جميل كيحكي التاريخ ديال المدينة الصغيرة، فيها منارة اللي تبنات في 1859، فيها أبراج، وفيها كذلك حدائق ديال الدالمو، فيها بزاف ديال الحوايج زوينين اللي تستحق المشاهدة، واللي جميل فيها بأنها قريبة من مدينة برشلونة على بعد 50 كيلومتر. أغلبية ديال السياح اللي كيجيو لهاد المدينة الصغيرة ألمانيين، السويسريين، والهولنديين، وحتى البريطانيين. نخليكم مشاهدينا الكرام مع هذا الفيديو لكليلة الجميلة، ونلتقاو إن شاء الله الرحمن الرحيم في الفلوق الجاي مع مدينة برشلونة. برشلونة المليئة بالمآثر، وبالخصوص واحد المعلمة اللي أنا أدهشتني. خليكم معنا تل الفلوق الجاي إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونكتشفوها جميعا.